بس مش ممكن تكون معانا وما ناخدش نبذه لوك 2018 ايه في الميك اب؟ والله 2018 يعني الناس طبعا بتجري دلوقتي ورا الموضه وبقينا يعني بنشوف حاجات على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا عموما، بقينا متابعين على طول الوان كلها دلوقتي، الالوان الجريئه، الالوان اللي هي واضحه قوي وصريحه، الوان الروج الغامقه والاحمر والفوشيا والالوان الاورنج والحاجات دي طبعا موضه قوي، وكل الالوان اللي بتلمع موضه الشتاء ومكمله على الصيف عليه، والوان يعني الميك اب السنه دي الوانه صريحه صريحه قوي، عينين وبق وكله طبعا كله. واحنا بنتكلم على الموضه، هل الموضه دي تناسبنا ولا لا؟ احنا دي قصه تانية. بس هي الالوان الموضه، وكل الالوان الجليتر اللي فيها جليتر كلها موضه، وكل طلعت في الصيف تاني كله 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 بيلمع، والبرونز في الشتاء والبرونز في الشتاء يعني حتى في الشتاء كمان.